مرحبا بكم مجددا. من ضمن النماذج تاع الاعتداءات والقمع وانتهاك الحريات، لا تم امبارح تشديد العقوبة على مواطن قبائلي ما عنده حتى علاقة بالماك، اسمه يغرطن بن جاود. هذا ما تهدر أني نلقى الحكم الناس 5 سنين ويسخو يعني ريس في شي نار، أنا تسخو يعني ريس في شي نار يوجي إلا قاقدة من النار تفنطازيت النار وريو فيه وريو نغير وري زنزلا دروب وري اللي ذا قتاج يهضرت في يحقيس في النيفيس في قبايتيس في يسغيس نيو يديس أنا مثيس ما قدرتش نجوز الصور هذه مباشرة يعني في القناة، ما قدرتش نديرها لسبب واحد هو أنه يقدروا بربر تي في يسينياليونا على دروا دوتور، دونك عنديتها لكم بهذه الطريقة. وهذه هي يمات يغرطن بن جاود، سمعتوا الكلام اللي قالته، كان إخواني اللي ما فهموش قبيلية، قالت لهم هذه فخورة بابنها لأنه مقتل مسرق وأنا ما مشى على كلمة الحق. هذه المرأة ما دخلت لا المدرسة لا ليكول لا كذا، ولكن تشوف مستوى الوعي السياسي ديالها يفتقده كثير من الرجال بزاف، خاصة هذوك اللي يحلوا البارابلوي كي طيح من الشتاء الحرية، هذوك اللي يحبوا ينحسوا الرونجرز وينبطحوا عبيد تاعنا. هذه المرأة هذه أخت فرحات مهني، إي نعم أخت فرحات مهني، وأنا عايشة في بلاد قبائل طبعا، وليدها حكموا عليه كانوا بثلاث سنين زادوا له عامين أخرين ولاو له 5 سنين وما تحركتش وما بكاتش وما شكاتش، إن على بالها وعلاش حكموا على وليدها. المرأة هذه وليدها حكموا عليه زادوا له عامين وعلاش تهمة الوحيدة، العمل الوحيد، الجريمة اللي ارتكبها هو أنه خالو فرحة مهني دونك دير له 5 سنين حبس. شفتوا كاش يتلاحوا للعائلات ولاد الحرام على هذه، احنا نسبولهم عائلاتهم درك لأنه عائلات اللي جابوا لنا ولاد حرام كيما هادو. وكاين واحد أخ ما فهمش، أنا كل مرة نفهم نقول واش معناها ولاد الحرام، ولاد الحرام كما قلت ناس يترتكب في الحرام، يعني يقطعوا صلة الرحم، هذا حرام، يرتكبوا المظالم، يظلموا الناس، والظلم حرام لأن ربي سبحانه حرم على نفسه، ربي محرم الظلم على نفسه، كي تجي انت بوزوج وزوج كرعين تظلم الناس، هذا اللي قلت يقتلوا القتل بدون وجه حق حرام، شو شحال قتلوا مجرمين، إذا نقول عليهم ولاد حرام. ولكن كان واحد ما يفهمش مسكين حابس ولا ماهوش تبع لأول مرة ولا مذوبة، يبعد يقول لي وعلاش تقول عليهم ولاد حرام يعني ولاد زينة؟ إيه راهم أبناء زينة، هاي بغيت هاك راهم أبناء زينة، هاي جوين على بالي بهم ممكن يكونوا لأنه واحد ولد أصل ولد فصل ما يديرهاش ما يديرش راهم يديروا هاد ولاد حرام. أنا يا نعني بكلمة ولاد حرام أنهم يرتكبوا في الحرام، هذا هو. إذن هذا النموذج تاع الظلم، انه تجي تحكم على واحد 3 سنين حبس لانه خاله فرحات مهني وتزيد له عامين اخرين في الاستئناف،
نعم ما عندك ما تزيد، نعم ما عندك ما تزيد، ها هو الظلم بعيني. ما ديو لي نقطة أخرى واللي هي يعني الموضوع الرئيسي تاعنا اليوم، حول أشبال وليدات صغار كاش يمدوا درس للشياب خارفين ناتنين مجرمين. بعد شيء. الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.